اللي بعد كده لعبه يا كابتن، لعبه صعبه جدا. كابتن عادل، كابتن بلال، كابتن اسامه، من فضلك بس انا عاوز بس المهاجم لحظه، اللحظه الاولى بس، هل هو رجع من التسلل ولا لا؟ ايوه دي مهمه دي. بص يا كابتن، ارجع تاني، هرجع تاني هنا كابتن، هنا رجع الصوره سنه كمان هنا يعني. هنا الكاميرا قطع، خلي بالك، هنا الكاميرا قطع كابتن على اللعبه وما جابش اللاعب وهو راجع من التسلل، خلي بالك. تاني بنقول ان هذا اللاعب كان راجع من التسلل، انما انا النهارده كحكم او جبت اللعبه لحظه ايه؟ لحظه ما هو صحح من موقفه او ولحظه اللمس. انا عاوز اقول ايه؟ ان الراجل كان جاي من التسلل. هي لعبه صعبه والخطوط ما بينتش الكره ديت، ولكن بنقول ايه؟ بجمله الاخطاء هدف مشكوك فيه نتيجه ان التسلل. انا من وجهه نظري ان اللاعب ده كان راجع وما صححش موقفه الا لما لحظه اللعب.